السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة ولقاء متجدد دائما على قناة الصحة والجمال وبرنامج استشارات قانونية. موضوع حلقتنا النهاردة عن زواج البنات القاصرات، موضوع بيهم كل أسرة مصرية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالنساء خيرا، ويتكلم معنا في هذا الموضوع ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ أشرف السيسي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بحضرتك يا أستاذ أشرف وشرفتنا. الله يبارك فيك أستاذ أشرف. في بداية حلقتنا عاوزين نعرف عن حضرتك يعني إيه زواج البنات القاصرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو زواج البنات القاصرات أو القاصر بصفة عامة هو من لم يبلغ سن الرشد. نعم. القاصر من لم يبلغ سن الرشد. نعم. حتى في القانون المصري لما حب يعرف القاصر أو اللي لم يبلغ سن الرشد حدها وحددها وأوردها في قانون الطفل. نعم. طبقا للمادة 31 مكرر من قانون رقم 126 لسنة 2008 من قانون الطفل، حدد ان هو لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن 18 سنة. نعم. فحدد المشرع هنا او الفقه القانوني بصفة عامة في قانون الطفل حدد القاصر من الجنسين سواء الولد او البنت اللي هو من لم يبلغ سن الرشد اللي هو حده بسن 18 سنة، فلا يجوز لي التصرف حتى بعمل توكيل او التصرف القانوني او غير ذلك من توثيق عقد زواج او غيره. فهنا حد سن القاصر من اللي بيبلغ سن الرجل هو سن 18 سنة. سن 18 سنة. نعم. صحيح. مين المسؤول يا فندم عن زواج البنت القاصرة؟ والله حضرتك من المسؤول عن زواج البنت القاصرة لو دي معضلة كبيرة، لأن ما نقدرش نحدد بكلمتين فقط أو في برنامج مدته يعني في قناة محترمة. عموما حضرتك. والله هي المسؤولية هنا بتقع على مسؤولية هي، هل هي أولا من المسؤول؟ نعم. هي كجريمة أم غير جريمة؟ لابد ان بين قوسين نحدد الاول هاي جريمه ولا مش جريمه. نعم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان دي بتختلف من مساله زواج القاصر كحكم. نعم. مباح بيتراوح وبينتقل ما بين الاحكام الشرعيه، كانتقال الاحكام الشرعيه دي. نعم. احيانا يكون واجب، احيانا يكون مستحب، احيانا يكون. نعم. حرام، احيانا يكون مكروه. نعم. بيدور مع الاحكام الشرعيه بحسب دورته. نعم. فهنا القانون حدده في التوقيت ده بسن 18 سنه. نعم. فانا ما عرضتش نفسي ابتداء للمساله القانونيه كمحذير، فانا لابد ان انا احترم المساله القانونيه اللي انا بتقع عليا انا كولي امر. نعم. المسؤول عن تزويج البنت ولي الامر ان هو بيقدم الوثيقه للمأذون. اذا هو المسؤول الاول والاخر يا فندم. المسؤول عن تزويج بنته او ولي امرها، الولي، لان لا نكاح الا بولي. نعم. نعم. وشاهدي عدل زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسؤول الولي واللي بيقوم بالتوثيق هو المأذون اللي بيقع عليه المسألة القانونية. نعم. بحسب تجريم القانون لها في هذا التوقيت بالذات. طب سن 18 سنة يا فندم يا ترى هو في صالح البنت ولا ضدها؟ وإذا كان حضرتك في صالح البنت إيه هي المميزات؟ وإذا كان ضدها إيه هي السلبيات؟ هو صالح البنت أو غير صالح البنت، أنا كراجل قانون ما بقولش إن سن 18 في صالح البنت أو سن 16، فما كان قبل كده سن 16. نعم. كان سن الزواج 16 سنة قبل ذلك. نعم. نعم. والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله قال لا يجوز ابتداء تحديد سن للزواج. نعم. كمحددات الشريعة، ولكن أنا مش عايز أعمل صدام ما بين الشرع، لأن أنا دلوقتي أنا كمحكمة أسرة. نعم. أو محكمة شرعية بألجأ إلى الشريعة الإسلامية في توثيق عقد الزواج. فسن 18 أهل العلم والفلسفة اللي بتتراوح يعني اللي بياخدها القانون جيئة. نعم. زي أنا مش عايز أحطها في صالح أو في غير صالح، حرام أو حلال، ولكن القائمين على القانون يا فندم. قانون 18 أنا بحترم القانون حتى لا أتعرض يعني إحنا بنتكلم قانون المسألة القانونية. ولكن هل هو مباح وغير مباح في الشرع؟ ما فيهوش مشكلة. إحنا بنتكلم يا فندم قانونا فقط. تمام. طب ليه 18 سنة تحديدا؟ وهل كل الدول 18 سنة حضرتك؟ لا طبعا ما هي دي المشكلة بقى. يعني انا كقانون مصري قبل كده كان سن الزواج بالنسبه لي 16 سنه. نعم. جه هنا فقهاء القانون حددوها ب 18 سنه بحسب مقتضيات المجتمع بما يتوافق مع ارائهم في هذا التوقيت. في بعض الدول الاخرى 16 سنه، في بعض الدول 17 سنه. نعم. في بعض الدول 21 سنه. بعض الدول حضرتك اذكر اسمها حضرتك ولا يعني عندنا مثلا في النمسا 17 سنه. 17 سنة. امريكا من 18 ل 21. اسرائيل 17 سنة. كل دولة لها قانون معين. عندنا هنا اليمن 15، السودان 15. نعم. بنين 15. نعم. وبعض الدول الافريقية 14. ولكن انا بقول هنا بنظر الى المجتمع، بنظر الى مقتضيات المجتمع بما يفيد مجتمعي، المسألة في اطار المباح. اهل الشرع واهل الفقه اللي بيحددوا لي انا الان سن الزواج هل هو يصلح الان 16
هم اللي يحددوا يصلح 18 هم اللي بيحددوا. لكن انا كراجل قانون انا بقول لحضرتك دلوقتي ان التوثيق الزواج قبل سن 18 سنه يعتبر مجرم قانونا بحسب راي القانون. حسب راي القانون. اما من ناحيه الشرع مفيش مشكله، فليس هناك مشكله. ولكن انا كده تبقى انا دلوقتي بعمل صدام ما بين القانون اللي انا حددته بما يتوافق بما اراه من مصلحه مجتمع ومصلحه البنات الان بحسب رأي وضع القانون. نعم نعم. أم هل الشريعة اللي هي تعتبر أنا كدستوري الحالي تعتبر المصدر الرئيسي التشريعي لي هو الشريعة الإسلامية؟ طبعاً طبعاً. كيف دي هي ليه المحددات لابد أن أضع ضوابط حتى لا يقع صدام ما بين الدستور ما بين نعم. الشريعة ما بين القانون الدستور والقانون والشريعة أو بما يتوافق مع المجتمع ومصلحة المجتمع في هذا التوقيت من نعم. كأمر مباح. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في دراسة ليه 2010 بيقول ان احنا عندنا 153 الف حالة زواج قاصر ده في سنة واحدة بما يقارب حوالي 29% من حالات الزواج. انت شايف حضرتك ان الرقم ده كبير شوية؟ ده اللي قدر يحصره. انت شايف حضرتك ده الرقم الكبير؟ ده اللي قدر يحصره. ما هنا هو اللي المظلوم. احنا في مشكلة يا فندم. هل مصلحة انا كولي امر انا شايف ان مصلحة بنتي دلوقتي كده ده 153 الف يا فندم. تمام. اتفضل. ما لم ازوج ابنتي في سن 12 او 13 او 14 سنة من اجل التجارة كما يفعل البعض. طبعا. يعتبر تجارة رخيصة تجارة رخيصة. تمام. وانا دلوقتي بعرض بنتي ولكن انا كراجل مثلا ريفي بنتي اكتملت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تطيق الوطء. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تطيق الوطء وشايفها مؤهلة لكي تحمل اسم زوج وتقدس الحياة الزوجية. فهنا الرجل الفلاح البسيط الان حتى انه بيتراوح قدامه انت مثلا انت المركز الرقم ده لا ده 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 في بعض الاماكن وصل الى 74% من حالات الزواج بحسب القانون قصر اقل يعني اقل من 18 سنه. ولكن انا كما بعالج المشكله دي كمركز معلومات اعالج مشكله تانية ان انا عندي نسبه طلاق الان كل 6 ساعات عندي نسبه عنوسه وصلت الى حوالي 13 مليون عانس بين الشباب والبنات. اذا حضرتك تقر اقرار كلي ان هو خلاص اصبح رقم كبير. طبعا هو رقم كبير ولكن هل هو رقم كبير؟ انا اللي جعلته رقم كبير كوضعيته في المحاذير القانونيه. بمعنى معلش وضح حضرتك يعني انا يعني ما هو انا كراجل يعني الراجل اللي عقد لبنته اتفضل وزوجها قبل نعم. سن 18 سنه ولم يوثق هذا الزواج الا بعد 18 سنه تمام يوثق عقد الزواج ده. فانا دلوقتي ببص بقى لكل يتم توثيقه او تصادق على عقد الزواج بعد 18 تمام يبقى انا هنا بشوف العدد ده كبير قوي بالنسبه لي. ولكن اللي قام بها ابتداء مش شايف ان هو من المحاذير. ولكن هنا لو وقع في القانون بيقع عليه محظور واللي بيجرم المأذون اللي بيوثق قبل سن 18. ما هو البنت يا فندم على سبيل المثال قبل 18 سنه اتجوزت وطلقت وانجبت طفل وحصل ظروف طبعا او حصل خلافات وده وارد طبعا بيحصل في كل اسره وحصل خلافات والبنت انجبت طفل طبعا حضرتك وطفل طبعا قبل 18 سنه تضمن حقها ازاي؟ تمام ده سؤال تمام اتفضل. لان ده بيحل معضلات كتيره بيعاني منها اولياء الامور بيعاني منها ناس كتيره بالنسبه لمجتمعنا. لو انحدث وحصل تزويج باي صيغه من الصيغ قبل سن 18 سنه نعم ويحدث انفصال بعد ذلك قبل سن 18 وده وارد طبعا حضرتك وارد وبيحصل كتير وبنقابل احنا كرجال قانون وكمحاماه وكشغل بنقابل حاجات زي كده كتير ساعات في سن قبل 18 الفكر ما بين الشاب او البنت عاده تمام. بيحصل خلاف بعد ما بيتم العقد الشرعي اللي هو الايجاب والقبول والشهود والولي بيتم صيغه العقد كده تماما لان مساله التوثيق الكتابه ده لحفظ حق الزوجه. نعم مساله التوثيق والكتابه لحفظ حق الزوجه. الزوجه تمام. فانا هنا لما بيقوم بذلك بتقوم الزوجه اوليها برفع دعوى اثبات علاقه الزواج. برفع دعوى اثبات زواج اثبات زواج وبالشهود بيتوافقوا على نفس الشهود حضرتك ولا مش اي شهود بنفس حضرتك. الشهود بنفس الشهود اللي شهدوا على العهد الاولاني او اي شهود هو يجيبه شاهدوا وشاهدوا توثيق اللي هو العقد الشرعي الاولي. نعم نعم بيشهدوا في المحكمه وبعد كده بياخد حكم بيروح بيه السجل المدني سعادتك وبعد بياخد بيسجل في السجل المدني بيستخرج بيه أسيم الزواج صحيحه. بيتم استخراج أسيم الزواج صحيح كمبيوتر. ده الكلام ده قبل 18 مفيش مشكله. اذا هي بتضمن حقها شرعي خلاص لازم قانونا وشرعا مفيش مشكله دعوه اثبات علاقه زوجيه.
طب ايه الاجراءات القانونيه اللي بتتخذ ضد اي مأذون حضرتك، ضد اي مأذون يخالف القانون؟ المأذون هنا الاجراء القانوني يا فندم. تمام. المأذون اللي بحسب راي القانون الحالي تمام، اللي هو الماده 31 من القانون 126 من قرر سنه 2008 اللي هو بيعتبر من قانون الطفل، جرم توثيق عقد الزواج قبل سن 18. فالمأذون ما يقدرش يكتب، ما يقدرش يعقد، ما يقدرش يوثق اسم الزواج، ولو فعل يجرم. ولذلك احنا في احكام بحبس مأذون سنتين مع الشغل، يجرم سنتين مع الشغل. ويعتبر ولي الامر اللي قدم ليه المستند اللي هي شهاده ميلاد البنت ولي امرها او وليها تمام، يعتبر شريك ليه في جريمه التزوير. مدى العقوبه، انا عاوز اعرف بس لحضرتك مدى العقوبه اللي هو بيعاقب بالسجن المشدد، في احكام من سنتين لثلاثه لخمس سنين. وبيتفصل حضرتك من صفه المأذونيه؟ بيتفصل من المأذونيه. احنا عندنا بعض اولياء الامور مثلا يا فندم بيبقى بيجوزوا بناتهم عندهم 14 او 15 سنه، فعاوز اعرف حضرتك ايه الاسباب التي ادت، هي ترى هي اسباب اجتماعيه ولا اقتصاديه ولا ده عدم وعي ولا ده عدم تعليم ولا هي ايه اصبحت بقت عاده حضرتك؟ هي مش مشكله قانونيه فقط، هي مشكله مجتمعيه. انا هنا مشكله مجتمعيه تقع على عاتق الثقات في الدولة الذين يريدون رفعة المجتمع وعفة المجتمع وطهارة المجتمع والحد من العنوسة والحد من المشاكل اللي احنا بنشوفها في مجتمعاتنا من مشاكل الأخلاقيات بصفة عامة. دي بتقع على عاتق، انا ما ينفعش ان انا ارمي مشكلة زي دي وحددها على عاتق فقط مسؤولين القانون. ما مسؤول القانون بيحدها بيشوف تشريعات تانية. ولكن انا كمسؤول قانوني لابد ان انا ارجع. ولذلك كان في اعتراض كبير من لجنه الفتوى والمشايخ في الازهر كمؤسسه رسميه وبنستقي منها وبنثق فيها تماما. اعتراض على تحديث سن الزواج. ولكن وليه تم بعد كده تحديث يا فندم؟ ما هو انا راجع للقانون، القانونيين قالوا حددوا بسن 18، فهل يحق لها تصرفات وهنا 18؟ طب ل 16؟ طب قبل كده فهنا. دي انا ارى ان يقوم المسؤولون، مسؤول المجتمع المدني، مسؤول الازهر، مسؤول الكنيسه، كل مسؤول في الدوله حضرتك خاص بهذا الموضوع بدراسه حقيقيه واعيه لرؤيه المجتمع، ايه اسباب الاخلاقيات ابتداء. ما تاخدش لان دي جزئيه بسيطه، انا ادرس اخلاقيات المجتمع، ازاي انا ارجع بالولد او بالبنت. يبقى انا عندي مثلا دلوقتي حضرتك من 50 سنه لو رجعت الاقي نسبه الطلاق قبل 50 سنه كانت 7%، بعد 50 7%. طب السبب في المجتمع إيه؟ دلوقتي بقت حوالي 70%. يبقى اذا انت حضرتك عاوز تقول ايه؟ انا عندي حاله طلاق دلوقتي كل 6 ساعات. كل 6 ساعات حضرتك حالات طلاق؟ واكتر من كده، لان نسبه التطليق، نسبه العوانس كترت. يبقى انا لما بدرس مشكله بدرسها من كل جوانبها، مش تحديث سن الزواج ب 18 واسيب قبل كده. طب ما انا عندي مجتمع لابد، يعني انا سن 16 هل انا اقلد مثلا مجتمعات غربيه؟ مثلا عندي في المانيا البنت مثلا اول ما تبلغ 16 سنه بتبدا تاخد الواقي الذكري وتعيش حياتها بسبب اضطرابات كمجتمعهم هم كده. انا مجتمع عادي كمجتمعهم كده، انا عندي ما ينفعش الكلام ده. يبقى بحددها الضوابط، الزواج عفه، زواج طهاره، الزواج توصيلات كهرباء صحيحه. لو وصل الكهرباء بطريقه خاطئه تعمل قفل وتعمل لي مشاكل كبيره. يبقى انا لما اكون قائمين على امر البلد سواء فقهاء قانون، قضاء، شريعه، كل جوانب المجتمع المدني، اضع الضوابط والامور الصحيحه لتحديد السن، هل يصلح او لا يصلح دلوقتي. طب انا دلوقتي بقول ان هو محظور ومجرم، يبقى ما ينفعش ان انا اقول ان ده ظلم للبنت. طب ما هو كان قبل كده 16. نعم. انا بعد كده لو وقف فقهاء القانون وراء مجلس الشعب الحالي او السيد وزير العدل او رئيس الجمهوريه او اي حد ان هو دلوقتي حدد سن القانون ب 16 سنه دلوقتي تاني، يعني نرجع تاني، يبقى احنا كنا في ظلم ولا ما كناش في ظلم؟ يبقى المساله بتقع في اطار المباح بحسب رأي علماء القانون وعلماء الشريعة وعلماء والقائمين على المجتمع المدني، بيحددوا ضوابطها ويشوفوا مين ايه الأنسب في التوقيت ده. بنستأذن من حضرتك ثواني بس هنقول سؤال الحلقة. سؤال الحلقة أعزائي المشاهدين، هل تؤيد زواج البنات القاصرات أم لا؟ أرجو التواصل معنا من خلال أرقام الموضحة أسفل الشاشة. أستاذنا العزيز، حضرتك ذكرت من شوية إن الشرع لا يمنع زواج البنت أول ما تبلغ مباشرة. طب البنت بلغت، هل معنى ذلك أنت تؤيد البنت لو بلغت تتجوز في ثانيه اعدادي او في اولى اعدادي؟ ما هو انا برضو حتى سؤال حضرتك في الحاله هل تؤيد زواج القاصرات او لا، القاصر انا بعتبرها مثلا من سن 3 4 سنين لحد سن 16 سنه. ما هو ده هل هي هل تطيق الوطق؟ هل تصلح كزوجه؟ هل تصلح انا كشاب؟ انا اعرف ازاي يا فندم انها تصلح او لا تصلح؟ ما انا دلوقتي هقول لحضرتك
انا دلوقتي كشاب ارغب في الزواج. اتفضل. شاب لا مش انا اللي برغب في الزواج. اتفضل يا فندم. اتفضل عشان بس ان لا طبعا اتفضل يا فندم. ولذلك انا طب ما انا احل مشكلتي العنوسه بالتعدد مثلا، ليه ما بنطالبش بكده ولا ما بنطالبش بالتعدد؟ ان شاء الله ده جاي في سؤال قادم ان شاء الله يا فندم. اتفضل. هتعمل لنا مشاكل. طب حضرتك دلوقتي انا القصر، هل اؤيد زواج القصر ام لا؟ دي مشكله في حد ذاتها ان انا اطلاق السؤال على عواهله. ولكن انا مثلا زواج القصر، القصر دي اللي هي 16 سنه واكتمل نضجها، القصر ده كمجتمع مصر او كمجتمعات في المجتمعات الحاره او البيئات الحاره اللي اكتمل نضج الفتاه من سن 14 بتنضج وتصلح لزوجه وتصلح ام، ولكن في المجتمعات الاوروبيه المجتمعات البارده او البروده بصفه عامه البنت بتبلغ 16 سنه ولم تكتمل انوثتها ولم تبلغ بعد. لا يرد حضرتك اكتر شويه يعني. يعني هنا يعني البيئه والمجتمع حضرتك ده جمال الشريعه. فضل. جمال الشريعه انه لما ما جعلش الامور في جمود ولكن جعلها في اطار المباحات اللي بيتوافق مع المجتمع ما بين الحل والحرمه والوجوب والقراءة والاستحباب بحسب الوضع الحالي. فالحكم الصرعي في الحكم الاصلي الشرعي صحيح ان هو لا يجوز تعديل سن الزواج على اطلاق كشرع، ولكن انا كقانون ارى في وقت معين. طب انا حددت قانون ليه يا فندم؟ طب انا حددت قانون ليه؟ اذا لا يجوز شرعا. حضرتك بتقول ان الدستور هنا لا يجوز شرعا. ليه هقول لحضرتك المساله دي. فضل. ولذلك حتى لا يقع المشاهد الكريم في حرج، انا دلوقتي لما لو حصل تزويج قبل سن 18 اتفضل بيجرم قانونا. يجرم قانونا يجي ولي الامر يحط ايده على دماغه. انا وقعت في محظور. بس احنا بيتم ايده عينينا وبنار. ما انا بقول لحضرتك انا يجي ولي الامر انا وقعت في محظور يضع ايده على دماغه ويبقى عنده مشكله كبيره انه كده وقع في محرم. لا طب هنا انا بحط هو بحرج واشكاليه وتناقض غريب. انا بحدد له قانون. انا بحدد له قانون سعادتك دلوقتي ب 18 سنه، ولو عقد لبنته قبل 18 شرعا قدام ربنا معلوش حاجه. حلال مفيش مشكله حضرتك معلوش حاجه. يبقى انا طب ايه فين الغلط هنا؟ بس في حظر قانوني حضرتك زي ما حظر قانوني لابد احترمه حتى لا اقع تحت طائله العقاب. نعم. حتى لا اقع تحت طائله العقاب. طب انا ازم لو وقع بقى حضرتك. لو وقع بقى حضرتك يبقى بنقول بنعمل دعوه اثبات علاقه زوجيه، باخد حكم بدي السجل المدني باخد شهاده كمبيوتر. ولذلك بيحصل المأذون اللي بيعمل الكلام ده بيعمله بطريقه بحيث انه ما يقعش عليه مساله قانونيه كعقد ايه زي العرف كده. بيعمل بعدها زي التصادق على عقد الزواج او بيكتب لهم بعد سن ال 18 بيكتب عقد صحيح بتصادق بعد سن ال 18. يعني هي حضرتك بترفع دعوه. طب انت حضرتك من شويه بتتكلم من شويه قلت ايه لو المأذون كتب قبل 18 سنه بيعاقب وولي الامر بيعاقب لو ثبت عليه الكلام ده. لو ثبت طب ازاي ولي الامر هيعاقب وفي نفس الوقت هيرفع دعوه على الشريك لان هو اللي قدم له المستند؟ طب البنت ازاي هتدين باباها مثلا على سبيل المثال؟ ما هو بيقعش بقى. شوف هنا الاشكاليه، ما بيقعش على البنت الزوجه او زوجها ما بيقعش عليهم اي مساله قانونيه. إذن على ولي الامر فقط اللي هو الاب. على ولي الامر فقط. على ولي الامر فقط بالظبط. طب احنا ما شفناش حالات يا فندم ولي الامر اتسجن فيها ولا حصل له اي حاجه. انت عايز تسجنه ليه؟ طب ما هو تمت حالات الزواج لسه. انا بقول لحضرتك 153,000 وحضرتك قلت ما يقرب من 73%. لم يثبت ابتداء علاقه الزوجيه. اسهلنا الاشكاليه في اثبات الجرم بيحصل بايه؟ طب انا هثبت ازاي؟ حضرتك قانونا بقى تثبت لي قانونا. اتفضل يا فندم. اثبتها ازاي؟ انه لو ثبت ان المأذون عقد في وثيقه الزواج رسميه بسنهم وهم قصر. طب ما انا كده بتحلق القانون يا فندم. كلنا عارفين ان فلانه اتجوزت والاستاذه اتجوزت وعندها 15 سنه والمأذون كان حاضر وكتب، بس كل ما في الموضوع انه ما عملش وثيقه رسميه. ممكن المأذون ما يحضرش، ممكن اي حد يعقد لهم بعقد شرعي. انا اقصد المأذون كان عقد. انا اقصد حضرتك المأذون كان موجود. المأذون كان موجود وكتب. تمام. بس الوثيقه لسه ما خرجتش. اذا هو كتب ادينه ازاي؟ انا عاوز ادينه. انا متاكد ان هذا الرجل مدان. الادانه بحسب القانون. القانون خدها كده على اطلاقها يا استاذي، ان القانون طالما حدد جرم لا جريمه ولا عقوبه الا بنص بحسب راي القانون. تمام. فالقانون نص على عقاب معين. العقاب ده بيحصل بايه؟ نتيجه ايه العقاب؟ نتيجه حاجه ادانه. الادانه دي تتم بايه؟ بمستند الحرز اللي هو ايه؟ الوثيقه الرسميه. ما في طالما مفيش رسميه ما هو التحالف في كل شيء. ما انا كراجل دلوقتي انا لو انسان مثلا مع مجرم في مثلا بحرز مخدرات واتقبض عليهم معروف انه بيتاجر في المخدرات، قبض عليهم ملوش حاجه وانا عارف ويقينا ان هو بيتاجر في المخدرات، مسك المخدرات رماه. نعم. شباك القطر. نعم. تمام. طالما شباك خلاص ملوش ادانه.
طب ازاي اوفق ما بين القانون والشرع؟ زي حضرتك ما قلت من شويه ان الشرع خلاص يبوح و بتاخد اسس القانون. ربنا سبحانه وتعالى اراد بالبشر خيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المخلوق لان هو اللي خلقه واراد به الخير وجعل دمه زوال الدنيا باسرها اهون من ايه؟ دم امرئ المسلم. وحد وقربوا قوي ويستاذن حضرتك بس يا فندم بنستاذن حضرتك معانا اتصال. الو الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. معاك شريف العربي من اكتوبر. اتفضل يا شريف بيه. ازاي حضرتك يا شريف بيه؟ ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. نور الدنيا يا استاذ طلعت. ربنا يبارك في سعادتك يا فندم. ربنا يبارك في سعادتك. اشرف الله يكرمك. اتفضل يا فندم. اولا بشكركم على البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك في سعادتك يا فندم. وكان كان ليا راي كنت عايز اقوله في موضوع لوح القاصرات. اتفضل يا فندم. اعتقد ان المشكله مش ناتجه عن فكر مجتمعي بس، هي نابع برضو من مشكله اقتصاديه، ان بعض الاسر بتبقى في حاجه للمال فبتزوج اطفال صغيرين عشان نوع من انواع ان هي تقدر تعيش او تقدر تكمل حياتها. نعم يا فندم اتفضل. وكمان في حاجه لموضوع ذوي القاصرات، اعتقد ان هي نوع من عشان نحكم عليها بشكل مظبوط او اكتر، ان يكون بتفرق من بنت لبنت في الصحه الجسمانيه والصحه الفكريه، واعتقد ان كل ده محتاج تكامل من المجتمع عشان ايه يقدر يحل المشكله دي. الو اتفضل يا استاذ شريف. اتفضل يا فندم اتفضل كمل حضرتك. ده بالنسبه للزواج القاصرات ده وجهه نظري، معرفش رايكم هيبقى ازاي، بس اعتقد ان احنا لازم نعالج المشكله الاقتصاديه بشكل اكبر يعني. اي استفسار اخر يا استاذ شريف؟ متشكر ليكم جدا وميرسي للبرنامج الجميل. شكرا يا استاذ شريف. شكرا يا استاذ شريف. اتفضل يا فندم. انا بشكر استاذ شريف، يعني رايه راي معتبر وراي جميل، ومحددات ضوابطها لو هي انا بس ما احصرهاش كمشكله اقتصاديه. طب ما مش كل اللي تزوج زوج بنته كان فقير. لو بصينا لها يعني مش كل العدد اللي حضرتك قلته ال 174,000 او ال 190,000 اللي حضرتك اللي جابه من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ده مش كلهم فقراء. دي نقطه. النقطه الثانيه ان البنت لو هي فقيره طب ما بتبقى على زوجها، ما هو زوجها بياخدها بايه؟ بيصرف عليها. دي نقطه. ولكن هي استاذ شريف قال نقطه جميله جدا، ان بتختلف من بنت لبنت، من بيئه لبيئه، من مجتمع لمجتمع، وده اللي قلناه حضرتك قبل كده، وده جمال شريعتنا انه بيحددها بضوابط او بيسيبها مثلا ايه لكل مكان وبيحدد الفقهاء بحسب. استاذ حضرتك معلش معانا اتصال. استاذ ابراهيم اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس ممكن اسال استاذنا سؤال صغير؟ اتفضل يا استاذ ابراهيم. بالنسبه للقانون، المسؤوليه الجنائيه بتبقى على المأذون اللي كسب او على الظروف او على الظروف الاجتماعيه المحيطه بالاسره؟ الزوج اللي هو مثلا دفع وتمتع وساب الزوجه صغيره السن او القاصر وسابها وسافر، ده وضعه ايه بالنسبه للقانون؟ اي استفسار اخر يا استاذ ابراهيم؟ ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. هو بالنسبه لسؤال الاستاذ، القانون وان الزوجه او البنت القاصر اللي اتزوجت ما بيضيعش حقها. ما بيضيعش حق البنت؟ ما بيضيعش حق البنت. طب ليه الزوج علاقه الزوجيه؟ نعم. بتثبت علاقه الزوجيه بدعوى اثبات علاقه الزوجيه طالما في شهود، تمام؟ وبتاخد حقوقها كامله. طب الزوج هنا يا فندم، الاستاذ ابراهيم بيتكلم عن الزوج برضه. ما هو الزوج هنا هو اللي الزوج ده بيحصل من عنده مثلا ايه الارتباط كزوج، تمام؟ هو مش مظلوم هنا. اتفضل. لان مفيش حاجه بالنسبه للقانون محددات زي بولس ابراهيم كده، الظروف هي إيه اللي ما نحاكمش الظروف، ما كل حل الظروف. طب هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. اتفضل. في حادثه من الحوادث سنه 80 كان رئيس نيابه احداث القاهره، جناح القاهره. اتفضل. تمام؟ نعم. اوجب توثيق عقد زواج. نعم. بمشكله. يعني كان مشكله ولد وبنت، الولد كان اقل من 18 والبنت كانت اقل من 16. وحملت منه وارادوا التصالح، فاوجب رئيس النيابه بعت جاب مأذون وثق، فالمأذون قال له ايه؟ طب انا
ده القانون بيقول غير كده. قال له انا القانون وانا اللي بقول لك بامر رئيس النيابه وعقد يعني ممكن يا فندم يكون الحاله دي حاله فرديه حضرتك نتيجه الظروف او وضع. ما احنا هنتكلم على الظروف هنا. طب هنا في حالات بظروفها بتبقى افضل. نعم حالات بتبقى ظروفها افضل، ولكن انا احنا هنا قلنا اجمالا القانون جرم قبل 18، بعد 18 وثق عقد صحيح. لو قبل 18 حصل غبن او ظلم للبنت انا بعمل ايه؟ بعمل دعوه اثبات. استاذن حضرتك الظاهر ان ضيوف النهارده المشاهدين معجبين بحضرتك. الله يبارك فيك استاذه منار. الله يخليك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه منار. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه منار اتفضلي. زواج البنات القاصرات زاد قوي ولازم يكون في وقفه من الدوله علشان تمنع الموضوع ده. اي استفسار اخر يا استاذة منار؟ نعم حضرتك. اي استفسار اخر يا فندم تاني؟ لا شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذة منار. بتقول لحضرتك الزواج البنات القاصرات زاد ولازم يكون في وقفه من الدوله. ما الدوله واقفه اهي، ما الدوله عامله قانون واللي بيخالف القانون بيعاقب. يعني طيب. انا لما اكون راجل مأذون وبيعاقب بالسجن المشدد، لسه حكم سجن مشدد لمأذون سنتين. احنا عاوزين تفعيله عموما يا فندم. ما انا قلت لحضرتك من شويه المأذون بيكتب حضرتك ولكن ما بيعملش الوثيقه، بيتحايل على القانون فما بيتمش. مش عارف اثبت عليه التحايل على القانون ده. استاذ صلعت التحايل على القانون ده حضرتك دلوقتي مش في المساله دي. التحايل على القانون اصل ده قانون وضعي، فيسهل قوي الوضع بشر، يسهل قوي كبشر ان انا اتحايل عليه في اي قانون ايا كان. نعم. ما انا بيبقى تاجر مخدرات واخد براءه. تم عقوبات مشدده لتجار المخدرات، عقوبات مشدده للسارق كقانون، سجن مشدد، حبس 15 سنه، مؤبد، اعدام للقلب، كذا. نعم. تمام. ومع ذلك بتكتر. بس الاستاذه بتقول لحضرتك الحالات بتزيد ودي مشكله الاولاد الصغيرين. هي دي مش مشكله قانون، مشكله علاج امني او عقابي فقط، علاج مجتمعي برؤيه واضحه بدراسه متانيه يتحكم فيها الخبراء من المجتمع المدني ومن فقهاء الشريعه. تمام. يحددوا الضوابط والاصلح للمجتمع في هذا الوقت، وما احلش مشكله القاصرات بين قوسين حضرتك فقط، ولكن احلها كحل مجتمعي اخلاقي للبنت والولد من بدايه من بدايتهم، كحل مشكله عنوسه، كحل مشكله طلاق، كحل مشكله هدم الاسر اللي بتهدم. اتفضل يا فندم. اتفضل. طب برضو ارجع اقول لحضرتك تاني، عندنا سمسره زواج البنات القصر. بيروح لولي الامر بيقول له والله في واحد جاي لبنتك هيدفع 50,000 جنيه وهيجوز بنتك. دي اشكاليه كبيره. وبيكون راجل من خارج البلد، وبعد كده بعد ما بيتجوز يا فندم بيخرج وبيسيب البنت وبيسافر بره البلد. طب البنت تعمل ايه؟ دي اشكاليه كبيره. دي هنا الضوابط وهنا القانون وهنا الرادع. ان ده يعتبر انا ببيع بنتي لواحد جاي يستمتع مثلا شهرين من الخليج او من دول ثانيه وبياخدها مثلا فتره معانا وهو مسافر بيعمل لها تطليق. ده دي اشكاليه كبيره لابد فعلا ان الدوله تقف امامها. تمام. وتضع ضوابط برضه مش عن طريق العقاب فقط، لان المال نعم ليه اغراءه. والمجتمع زي ما قال الاستاذ ابراهيم في سؤاله اللي فات ان هو ايه المشاكل الاقتصاديه، هي دي المشاكل الاقتصاديه بقى اللي بتلجئ ولي الامر ان هو ايه يبيع عشان مش محتاج. طب ما انا زي ما بلجأ ولي الامر، طب ما هو انا المواطن البسيط نعم الفقير نعم اللي مش لاقي بيحكي ليته نعم نعم عشان يقتات. يبقى العلاج الاقتصادي ده بينمي، والعلاج الثقافي والعلاج نعم الوعي الديني والشرعي ده بينمي كتير في فكر المجتمع وبيخليش عندنا. طب ليه انا عندي المشاكل دي بس؟ نعم. ليه انا ده لابد دراسه متانيه وتشمل كل الجوانب. صح. للاسف استمتعنا بحضرتك ووقت حضرتك ووقتنا انت، واستمتعنا بحضرتك. استمتعت بيكم وتشرفت بيكم. ربنا يبارك في سعادتك يا فندم. وفي نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين نشكر الاستاذ اشرف السيسي المحامي الاستئناف العالي ومجلس الدوله، شكرا جزيلا يا فندم، ونتمنى ان حضرتك تشرفنا في حلقات قادمه ان شاء الله. شرف لينا واستمتعنا بيكم. اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المشاهده، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.